قلب الله قادر غالي عندنا ما يزول من قدرنا تستمد النوق مقدارها من قدرنا تستمد النوق مقدارها ميراثها النهل العز ورجال الفعل من ذي قدم ذي مفالها وذي دارها حنا عرب حافظي نسلو من والصل نسلو من العامرة ما يطرح شعارها والحان وقت العباد حان قرع الطبول اضرب على الارض لين الطير اخبارها وقت بذود اللي قامت تصل وتجول ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها من قية في نساقها كأنها عقد الألبت حارية في الوصايب وفمارها سند الغوال بعراض اخدود سمحت قبول ما سوقتها الشريط طيال لتجارها ما جابها غير شيخ من كبار العقول طب لا في رعية ينتق خيارها يشري خيار البكر ويشري يغلى زمول وهل البخل عادته ما ياخذ اشوارها قلب الله قادر غالي عندنا ما يزول من قدرنا تستمد النوق مقدارها من قدرنا تستمد النوق مقدارها ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها من قية في نساقها كأنها عقد الألبت حارية في الوصايب وفمارها سند الغوار بعراض اخدود سمحت قبول ما سوقتها الشريط طيال لتجارها ما جابها غير شيخ من كبار العقل لطب لفي رعية ينتق خيارها يشري خيار البكر ويشري يغلى زمول وهل البخل عادته ما ياخذ اشوارها والبله قادر غالي عندنا ما يزول من قدرنا تستمد النوق مقدارها من قدرنا تستمد النوق مقدارها ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها من قية في نساقها كأنها عقد الألبت حارية في الوصايب وفمارها سند الغوال بعراض اخدود سمحت قبول ما سوقتها الشريط طيال لتجارها ما جابها غير شيخ من كبار العقول طب لفي رعية ينتق خيارها يشري خيار البكر ويشري يغلى زمول وهل البخل عادته ما ياخذ اشوارها الله يصبحك بالخير. صباح النور. الله يصبحك صباح الخير. الاسم الله يحفظك. لبيك. الاسم محمد بن علي بن عيف. ونعم يا محمد. ونعم عليك. حدثني عن البكار هذه. طبعا هذه اول والله مشاركة. والله اول مشاركة طبعا عمرك تلاد عندنا. اي. زين. وهي يبار. نعم. زين. كل بالي. وامها طبعا كنت مصيحة. امها. كنت مصيحة. ما شاء الله تبارك الله. طبعا اليوم تعرف من اللي دخل معك اليوم في الشوط. والله بكر ذي اول مشاركة. اول مشاركة. اول مشاركة.
والمشاركين معك من المشاركين معك؟ والله مشاركين وايدي، واتمنى التوفيق لنا وللمشاركين كلهم. طبعا المهرجانات الاولى ما شاركت فيها. لا ابي بكر ذي ما شاركت، شاركت البارحه. بدي تتحدث عن المهرجانات الاولى اللي هو المهرجانات الاولى شاركنا في سوحان، شاركنا في رزين. نعم. الحمد لله الله يطول عمره الشيخ خليفه بن زايد رئيس الدوله ولي العهد الامين الشيخ محمد بن زايد. نعم. ومعودين على المهرجانات وذي الحفلات الله يطول عمرهم. وش استفدتوا من اثنين مهرجانين بدات والثالث؟ استفدنا الانسان اللي فيه طول عمرك بيع وفي الخير وفي الوجه الطيبه. زين اللمة. وكل مزينات أنا منها فائدة، ومو فيها فائدة ما حطوا هذه الشيوخ للمواطنين الله يطول عمرهم، ولما يستعاون الخليقي كامل. أكيد. نعم. بعت الله يحفظك. والله عليه السوق حلال، فيه سوم عليه ولا بعت. إيه الله يوفقنا وياك. إحنا وياك رب. شكرا لك يا رب. عفوا يا أخوي مرحبا. لا أنت الله يطول عمرك. الله حي. والبالله قدر غالي عندنا ما يزول من قدرنا تستمد النوق مقدارها من قدرنا تستمد النوق مقدارها ميراثها الناهل العز ورجال الفعل من ذي القدم ذي مفاليها وذي دارها حنا عرب حافظي نسلو من أول أصل نسلو من العامرة ما يطرح شعارها لوقت العناد حان قرع الطبول اضرب على الأرض لين الطير اخبارها وقت بذود اللي قامت تصل وتجول ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها ترهب قلوب الخصوم وتلفت انظارها منقية في نساقها كأنها عقد لو المتحارية في الوصايف وفبارها زند الغوار بعراض اخدود سمحت قبول ما سوقتها الشريط ياه لتجارها ما جابها غير شيخ من كبار العقل لا طب لا في رعية ينتق خيارها يشري خيار البكر ويشري أغلى الزبون وللبخل عادته ما ياخذ أشوارها. حياكم الله. طبعا اليوم هو بداية مهرجان مدينة زايد. البداية كانت بالأصايل طبعا مثل ما تشاهدوا إياكم هالدخول وهالفرديات من الأصايل في مدينة زايد وأول يوم في الدخول. طبعا اليوم هناك حضور للفرديات وهناك حضور للمتابعين وللزوار مثل ما شاهدوا إياكم هاللقطات. وطبعا هذه قناة بينونة والزميل مبارك الكربي في بداية انطلاقة هالمهرجان الجميل، محبين الأصالة محبين الهجن مثل ما شاهدوا إياكم في ذا الفرديات وذا البكار اللي ما شاء الله تبارك الله محضرين طبعا اليوم زينهم ومحضرين منافستهم محضرين بكارهم محضرين هالأصايل اللي هي أصالة الجزيرة. وصلت طبعا الأصايل ووصلت الهجن الأصيلة ووصل الجمال وجماهير الهجن مثل ما نشاهد وياكم أمام بوابة الدخول. طبعا كل واحد حاط له اللي مجلل باكرته واللي مجهزها. طبعا زميلنا مبارك الكربي مثل ما نشاهد وياكم قبل شوي ياخذ مقابلات مع عدد من الملاك ومثل ما نشاهد وياكم هالجمال في الأصايل وحضور الجماهير في أول يوم في مزاينة مدينة زايد. طبعا اليوم ما شاء الله هذا يتأمل في الدخول والخروج وتجهز لليولة يجهز لشلة اليولة ويتابع بشغف يتابع ذا الهجن اللي اليوم وصلت بجمالها وجماهيرها وزينها وترتيبها مثل ما نشاهد وياكم. الشباب طبعا حضروا مشاهدة تراثهم الأصيل والوقوف عليه مثل ما أسلفنا وقلنا بعض الناس مجلل باكرته والبعض خليها بدون إجلال وهذه عادة طبعا هالمزاينات هذه ما شاء الله تبارك الله هذه الفرديات اللي وصلت ما شاء الله تبارك الله شيء ملفت للنظر وغيرها طبعا من الفرديات ومن المشاركين اللي لهم منافسات وإنجازات كبيرة. اليوم طبعا هو أول يوم في مدينة زايد وكان فيه حضور وكان فيه حلال ما شاء الله
بمواصفات قياسية جمالية في عالم الهجن. طبعا متجهين مسيراتهم ثم يتجهون إلى بوابة الدخول لنشاهد وياكم هالحضور وهالكثافة من المشاهدين والمتابعين ومحبين التراث. راشد بن كوش العامري. نعم مالك زوج. نعم المالك. لا هذه ثاني مشاركة. نطلب من الله التوفيق. اول مشاركة وين كانت؟ في سوحان. وش خذت؟ خذت الثاني. ما شاء الله. والله كريم. سيمت. امين. انسيمت الى الحين ما لها سوم. ما لها سوم. نعم. الله يبارك لك. الله يبارك. امين وياك. عبود عبود تكلم عن بكرتك، تكلم عن بكرتك يا عبود، تكلم عن بكرتك. مياسة. عطنا اسمك. عطنا اسمك. اسمه عبد الله بن دبل الحمير المحرمي. معك ذي مياسة بكرة خالي، وإن شاء الله اليوم تقدم مستوى عندي يا رب. إن شاء الله. شكرا لك يا ربي يا حاجة. طبعا أنت وإخوانك مستانس اليوم مع دخول الحلال. قد معنا واحدة قد جابت الثالثة، وإن شاء الله ذي بترقى بعدها هني. الله يبارك فيك يا ربي. شكرا لك. تفضل يا سيد. شكرا. تكلم. عبد اسمك. شو اسمك؟ عيد بن محمد بن عيد. ونعم. شارك اليوم. شارك وش اسم الباكرة حقتكم؟ شلفة. شلفة. ما شاء الله. قد معها الثالث فرزي. وش معها شلفة؟ وش معها؟ الثالث فرزين. الثالث فرزين. ما شاء الله. ان شاء الله اليوم مش تاخذ اليوم الاول. شكرا لك يا ربي. يلا انتصر يا كريم.